النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية GFH المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار. أكد سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الأهمية البالغة التي يوليها اتحاد الغرف العربية لتطوير العلاقات المشتركة مع قطاع الأعمال النمساوي، والذي يأتي تعزيزا للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية ودول أوروبا. جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي 14 في فيينا بتنظيم من غرفة التجارة النمساوية العربية وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية. ويوفر هذا المؤتمر منصة فريدة لتبادل المعرفة وتعميق العلاقات النمساوية العربية في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والدبلوماسية. ومن جهته دعا رئيس الغرفة بمناسبة مرور 35 عاما على تأسيس غرفة التجارة النمساوية العربية إلى المزيد من التعاون المثمر بين المجتمعات الاقتصادية العربية والغرفة النمساوية العربية. هذا وتطرق المنتدى إلى موضوع الاقتصاد الرقمي، حيث أشار السيد وليد كانو نائب الأمين المالي ورئيس المجموعة التنسيقية للجان القطاعية بغرفة البحرين إلى أن التحول الرقمي سيؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية، مما يمثل تحديا في ظل السعي العالمي لتحقيق الاقتصاد الأخضر. وأكد على ضرورة إيجاد مصادر للطاقة البديلة والمستدامة التي تساهم في الحفاظ على البيئة والمناخ لضمان استمرارية التنمية الشاملة بما يتماشى مع حماية الموارد الطبيعية. وقع بنك الإسكان مع مؤسسة جرين لاين الشرق الأوسط للعقارات اتفاقية تطوير أرض بنظام BOT بشأن إنشاء وتطوير مركز عناية بالسيارات، وذلك في أعقاب طرح فرص استثمارية جديدة على منصة استثمار الأراضي الحكومية في مناطق مختلفة بمملكة البحرين، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة. وحول هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف المهندس إياد فيصل محمد المدير العام للإنابة لشركة عقارات الإسكان. أرحب بك في النشرة الاقتصادية. وفي البداية، كيف تسهم منصة استثمار الأراضي الحكومية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنشيط حركة الاستثمار في مملكة البحرين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعتبر منصة الاستثمار لتطوير الأراضي الحكومية هي الوجهة الأساسية للمستثمرين للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين، حيث يمكن للمستثمر التعرف على الأراضي المتاحة للاستثمار ومعرفة الموافقات المبدئية من حيث التصنيف والموافقات التخطيطية. وقد حرص كل من بنك الإسكان وشركة عقارات إسكان منذ انطلاق هذه المنصة على توفيق الفرص الاستثمارية وسبل الدعم للمستثمرين ذوي الاهتمام لخوض هذه التجربة، حيث يتم التواصل معه بشكل خاص وتابعة متطلباته واحتياجاته في جميع المعاملات الحكومية والتراخيص اللازمة، بدء من عزمه في الاستثمار عبر المنصة إلى إتمام مرحلة الإنشاء. وتعتبر هذه المنصة خطوة متساهمة وفعالة في تنشيط ودعم الاقتصاد الوطني، والذي يصب في مصلحة الوطن وتوفير المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين، كما تجذب المنصة المستثمرين للاستثمار في مملكة البحرين. كما نأمل من المستثمرين ممن لديهم الرغبة في فتح مشروع جديد والبحث عن فرص جديدة للاستثمار بالنظر في منصة الاستثمار الأراضي الحكومية وانتهاز هذه الفرص. طيب مهندس إياد، ما هي الفوائد المتوقعة من مشروع مركز العناية بالسيارات في مدينة سلمان بالنسبة للسكان والمستثمرين؟ لا شك أن السيارات أصبحت جزء من الاحتياجات الأساسية لحياة المواطنين لدى مملكة البحرين، وبناء عليه أسهمت المنصة بتوفير هذه الفرصة في توفير مركز عناية السيارة في مدينة سلمان. كون المدينة حديثة وتوفير مثل هذه الخدمات سوف يعود بالفائدة على المواطنين والمستثمر. وفي الختام نود أن نشكر جميع من ساهم في نجاح المنصة ومشاريعها وجميع المستثمرين، ونحث من لديها الرغبة في الاستثمار بالدخول في موقع المنصة والتفكير الجاد في الاستثمار عن طريقها. بالتأكيد المهندس إياد فيصل محمد المدير العام بالإنابة لشركة عقارات الإسكان، شكرا جزيلا لك.
شهدت أسعار الذهب ارتفاعات غير مسبوقة في الأونة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل. حول هذا الموضوع ينضم معي عبر سكايب من دولة الكويت الأستاذ أحمد الموسوي، خبير في أسواق المال العالمية. أرحب بك في النشرة الاقتصادية. وفي البداية أستاذ، هل سيؤدي التحول المتوقع في سياسات الفائدة من قبل البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز أسعار الذهب في الفترة المقبلة؟ يا هلا والله، الله يعطيك العافيه وحياك الله. طبعا اكيد، لما البنوك المركزيه مثل الاحتياط الفيدرالي الامريكي يبدا بخفض الفائده، ومثل ما شفنا هذه الشغلات صارت ويانا لما كان السعر الذهب في 2531 تقريبا، لما صار في اختراق هني كانت بدايه هني الفيدرالي الامريكي بدا انه يخفض الفائده. ولما يكون في تخفيض الفائده فهني الناس تتجه الى شنو؟ الى الذهب، لان هني الناس ما تستثمر بالدولار الامريكي وايضا الاصول اللي تعتمد على الفوائد. فيصير الذهب هنا اكثر جاذبيه، واذا استمر هذا التخفيض فاكيد احتمال نشوف ان الذهب يصعد الى ارقام اكبر. ولكن اكيد هذا الشيء اقتصاديا، ولكن تكلمنا فنيا فالامر اكيد يكون ممكن مختلف. طيب استاذ، يعني كيف تعتقد ان استمرار التوترات الجيوسياسيه سيؤثر على اسعار الذهب؟ بصراحه كل ما زادت التوترات الجيوسياسيه كل ما الناس هنا تتوجه الى الذهب، لان هنا هم يحافظون على قيمه فلوسهم. فكل ما كانت في هناك توترات وزادت هذه التوترات الجيوسياسية اكيد احنا راح نشوف احتمال ان الذهب يصعد اكثر واكثر. ولكن هذه الامور سياسيا واقتصاديا. لو احنا على الذهب فنيا، هل الذهب حاليا في احتمال انه يستمر في الصعود او انه ممكن ينخفض؟ نعم، حاليا الناس كلها وكل العالم حاليا عارفين ان الذهب احتمال يكمل بسبب الاخبار اللي قاعده تطلع، بسبب التوترات اللي قاعده تصير، فيعطي ثقه زايده للناس ان هي ممكن تشتري الذهب زياده. طيب أستاذ، في الفترة الحالية هل يمكن أن يستمر الذهب في الارتفاع كملاذ آمن؟ الذهب حاليا في منطقة جدا مهمة، واللي هي مناطق 2755. منطقة جدا مهمة هي المنطقة 2764. دام هو تحت هذه المناطق معناته الذهب في احتمال أنه يرد ينزل مرة ثانية إلى مستويات تحت. لكن أكيد مع الظروف اللي قاعد تشوفونها حاليا بالنسبة للتوترات اللي قاعدة تصير، الناس تقول مستحيل. ولكن لا ننسى ان عندنا كانت في حرب روسيه الاوكرانيه، لما شفنا الذهب بعد اختراق ال 1884 صعد الى مستويات ال 2080 بسبب حرب روسيه الاوكرانيه. وايضا كانت نفس الفكره ان احتمال تصير حرب وممكن تكبر وممكن تصير توترات كبيره. لكن شفنا طلع خبر اللي هو رفع الفائده بالنسبه للدولار الامريكي، وتم تخفيض وتم نزول الذهب الى 1616، يعني من 2080 نزل الى 1616، وكانت في ثقه زايده بان الذهب احتمال يكمل. فهذه الشغله احتمال حتى نشوفها الحين، يعني حاليا الكلام كله على 3000 وفوق. نعم ممكن يوصل في حال اخترق ال 2778، ولكن دام تحت ال 2764 في احتمال نشوف الذهب مره ثانيه الى 2650. كسر هذه المناطق نزول تحتها معناته نشوفه الى 2430 ممكن بعد. فممكن بالتوترات هذه ممكن تتغير بلحظه واحده، يطلع خبر معين، الأنظار تتغير، ممكن يصير تهدئة بالوضع، فأكيد ممكن نشوف بعدها نزول. بالتأكيد الأستاذ أحمد الموسوي، خبير في الأسواق المالية العالمية، كنت معي من الكويت، شكرا جزيلا لك.